بعد زيارة لبكين استمرت 4 أيام. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين قد ساهمت بالدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة من خلال وضعها على أسس أكثر صلابة. وأيضا اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات مواجهة من أجل الحفاظ على أمنها القومي، مشددة على أن تلك القيود لا تهدف إلى كسب ميزة اقتصادية على حساب الصين. تأتي زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، ولكن زيارة يلين حظيت باهتمام صيني أكبر لعدة أسباب تقول صحيفة وول ستريت جورنال. حرصت بكين على استضافة يلين في غرفة اجتماعات ببيت الضيافة التابع للدولة، حيث أقام الرئيس ريتشارد نيكسون خلال زيارته التاريخية لبكين عام 1972، وهو ما يعكس التقدير الذي حظيت به يلين في بكين كشخصية تمثل صوت الاعتدال في الإدارة الأمريكية، وهي التي أيدت الحفاظ على العلاقات الاقتصادية في بكين ورفضت التعريفات الجمركية ضد بكين التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولم تشجع فرض القيود الجديدة على الاستثمار في الصين. الصحيفة الأمريكية تقول أيضا إن الترحيب الصيني يعود إلى أسباب اقتصادية واضحة تتمثل بضعف اقتصاد بكين. من جانب آخر، وجدت مجلة فورين بوليسي أنه رغم إيجابية هذه الزيارة إلا أنه لن يكون هناك أي إعادة ضبط أو تحسن كبير في العلاقات الأمريكية الصينية خلال الأشهر المقبلة، لأن كلا الطرفين لن يتخلى عن الإجراءات التنافسية أو يقلل من الجهود لدعم الدفاعات ضد الآخر. على سبيل المثال، حركت الصين سفنها الحربية قرب تايوان بينما كانت يلين بضيافتها، وأعلنت بكين عن قيود على تصدير مادتين استراتيجيتين ضروريتين لصنع أشباه الموصلات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.